نحو 1.5 مليون من محصول الحنطة دخلت صوامع محافظات الوسط والجنوب حتى الساعة، هذا ما أكدته الشركة العامة لتجارة الحبوب، مبينة استعداد محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ونينوى لتسلم شحنات الحنطة حال اكتمال حصادها وتسويقها للسايلوهات. وزارة التجارة أشارت إلى أن الأرقام المسجلة والمتوقعة للحنطة غير مسبوقة بتاريخ البلاد. إقبال شديد من قبل الفلاح بسبب توفير الأموال والدعم الحكومي للفلاح، إقبال شديد، وأتوقع إن شاء الله موسم خير وبركة على العراقيين، وهو موسم سميناه موسم البركة والإبداع، وإن شاء الله إن شاء الله تكون الكميات المتوقعة من 6 مليون إلى 7 مليون حسب توقعات وزارة الزراعة. عربات الحمل الداخلة إلى الصوامع تحمل اسم المسوق، فيما تشترط دوائر الفحص في الصوامع حضور الفلاح أو صاحب الأرض لتسلم مبالغ الحنطة المسوقة، فيما تجري عملية فحص الكميات الداخلة ونوعياتها بآلة ميكانيكية متخصصة، وبعدها ترسل للمختبر المتخصص لتتم عملية تحليل النماذج وإعطاء النتيجة بصلاحيتها للاستهلاك من عدمه وإرسالها للمخازن المخصصة لها. الوزن يكون لا يقل عن 3 كيلوغرام في النموذج الواحد، ثم يتم ترميز النموذج داخل المختبر لكي يتم تحليله، وفي عند تحليل النموذج تكون درجة الحنطة عندنا هذا الموسم نوعين بدون خصم والدرجة الثانية بخصم. الصوامع في ثلثي محافظات البلاد تستقبل شحنات الحنطة بأنواعها، ووزارة التجارة تؤكد الاحتفاظ بالفائض كخزين استراتيجي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، في حين تشير التقديرات الأولية إلى وصول الكميات إلى 7 ملايين طن هذا الموسم. من صومعة خان ضاري غربي العاصمة بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.